السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنشوف مع بعضنا آفات النحل. هذه الخنفساء التي تدخل الخلية وتبدأ في أكل العسل، وهي تتراكم أمام المدخل للدخول. ولكني قمت بوضع هذا الحاجز الذي يمنع الخنفساء من الدخول. انظر كيف هذه الخنفساء تدخل، فهي تحدث أضرار في الحضنة والعسل، بحيث أنها تقوم بأكل العسل داخل الخلية، تدخل داخل الخلية وتبدأ في أكل العسل، وهذا يجب منعها، وذلك بوضع الحاجز. انظر كيف هي متراكمة متجمعة أمام الخلية تريد الدخول والنيل من العسل. وكذلك النحل لا يقدر على إبعادها أو حتى قتلها، لأن لها ذرع قوي في ظهرها، مما لا يمكن النحل من لا يمكن النحل أن تدخل الإبرة في ظهر هذا الحيوان، بحيث أنه لديه ذرع سميك لا يمكن اختراقه بإبرة النحل، ولهذا يجب وضع هذا الحاجز لكي نمنع هذه الخنفساء من الدخول. وكذلك هناك حيوان آخر في الصيف وهو اسمه فراشة كبيرة، تربى في نبتة الطماطم، كذلك فهي تقوم تدخل الخلية في الصيف وتأتي على كل العسل. فليبقى الحذاري من هذه الآفات التي يمكن أن تحدث ضرر. انظر كيف أنه يتراكم أمام الخلية مما يعرقل دخول النحل. هذه من آفات النحل، وهي تسمى الخنفساء، خنفساء النحل التي هي أمام الخلية الآن بسبب محاولة الدخول، ولكنه لا يمكن لها الدخول بسبب ضيق المدخل. هذه ملاحظة، يجب على النحال أن يحترز ويضع الحاجز أمام المدخل كي يمنع هذه الخنفساء من الدخول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.